السلام عليكم. هاد النهار غندير لكم دوره في محبوبه الجماهير اكسيون. نتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنساوش تبارطاجيو مع احبابكم صحابكم، وما تنساوش تدعموني باللايكات وفرجه ممتعه.
كما كتشوفوا هاد المكازان فيها من كل فن طرف، فيها مكياج، فيها اللعاب، فيها القراية، فيها لي برودوي تنظيف، لي كريم، لي ديودورون، لي شامبوان. علاش ما قلبتي التقاشر، حوايج، لي سوفيتمون، كل شيء. يعني ما يمكنش ديما كتمشي كتقول غندي حاجه كتخرج بحوايج هما. ولكن المهم هي زوينه، هاد الريحه زوينه بزاف، جربوها وخرخيصه زوينه وكتبقى. بما ان هاد الايام الاحتفالات ديال ديسمبر، نتوما كتشوفوا اكسيون خاويه، لي غيون ديالهم خاويه ما عمرش كما العاده. نتمنى يكون عجبكم هاد الفيديو، ونتمنى تكون تدخل عليكم سنه سعيده بالصحه والرزق لهنا، وخصوصا الصحه لكم ولوليداتكم ووالديكم ولعائلتكم كامله، لان الصحه كيعطيها لنا ربي نعمه من عنده تعالى، ولكن ما كنعرفوش قيمتها حتى تمشي. يعني كل واحد عنده الصحه وحل عينيه في الصباح والقرص، وكيحرك يديه ورجليه وعينيه، وكيقدر يتمشى، كيقدر ياكل، كيقدر يشرب، كيقدر. هذيك النعمه من عند الله، خصنا دائما نحمد عليها الله ونشكر. ما تنساوش تدعموني باللايك وبالبارطاج، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله.